السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة اشرح درس كيف تكون مواطنا صالحا، تاريخ الصف الأول الإعدادي. مقدمة الدرس: تعمل الدولة على بناء الإنسان المصري وفقا لصفات مرغوب فيها وتتفق مع متطلبات المجتمع وطبيعة التطور. كيف قامت الدولة ببناء المواطن الصالح؟ إتاحة الفرصة أمامه لكي يمارس ألوانا من النشاط، مساعدته في تحويل أقواله إلى أفعال وممارسات يكون سلوكه فيها مميز. كيف يمكن تحويل السلوك ليكون مميزا؟ عن طريق تحديد المشكلات التي تواجه، تفكير في سبل حلها، التصرف عند مواجهة تلك المشكلات، التواصل والتعاون مع الجماعة. ما الهدف من ذلك؟ تحقيق الدعائم الأربع لإعداد المواطن الصالح، وهي ليعرف وليعمل وليكون وليعيش مع الآخرين، ودول نتعرف عليهم في بيت الدرس. طبعا هيعرف حقوقه التي يجب أن يحصل عليها، واجباته ومسؤولياته التي يجب أن يؤديها نحو المجتمع، عادات وتقاليد المجتمع المصري. طبعا تلخيص ده كله إن اللي لازم يبقى عايش في مصر لازم يعرف ايه اللي هيعمله لمصر، ولازم يحترم دستورها وقانونها. ليعمل القيام بالتزاماته تجاه وطنه. طبعا في حاجات كتير شبه الالتزامات دي، اللي هي الجيش، ولازم محدش يتهرب من اداء الجيش بتاعه. تحلي بالصفات الحميدة التي يجب ان يتحلى بها من الدقة والامانة والاجتهاد، وحل مشكلات مجتمع. ليكون يشعر بالرضا عما يوديه من عمل لمجتمعه، يتمتع بتقدير المجتمع لما يوديه من أعمال، يرفض كل أساليب العنف والقوة التي تنال من استقرار المجتمع المصري. يعني يكون ضميرك مستريح للعمل اللي انت هتعمله ده. يعني مثلا شبه المدرس لما يشرح درس ما يشرحش أي كلام، لا، لازم يكون ضميره مستريح للدرس اللي هو شرحه، ويكون فاهم فيه فعلا انه شرح كويس للطلاب. وليعيش مع الاخرين، وهي اخر حاجة. هيعيش مع الاخرين ايه؟ يعيش مع الاخرين متعاون متحب، يحترم حقوقهم ويتقبل ارائهم، يؤكد عمليا على انتمائه وولائه للمجتمع الذي يعيش فيه، وان يشارك في حل مشكلات المجتمع، يتمسك بقيمه وعاداته وتقاليده ومبادئه في الداخل والخارج. أهم الصفات الأساسية للمواطنة الصالحة: القيام بالتزاماته نحو وطني، ودي طبعا الواجبات اللي شرحناها في أول الدرس، والتمسك بعادات المجتمع وتقاليده، يتعرف على حقوقه والتمسك بها. طبعا شبه دي لازم يعرف دستور مصر وقانون مصر، لازم يتمسك بيه. المشاركة في كافة أنشطة المجتمع، شبه ما قلنا مفيش حاجة اسمها ماليش دعوة، لا، ده انت لازم تشارك، و انتخابات اي حاجة في المجتمع لازم انت تشارك فيها وما تقولش ماليش دعوة. المواطن الصالح، اخر فقرة في الدرس. المواطن الصالح ايه هو المواطن الصالح بقى؟ وده تعريف مهم جدا، ده التعريف اللي في الدرس. هو الشخص الذي لديه من القيم والمهارات والمعارف ما يساعده في المشاركة بفاعلية في حل قضاياه المجتمعية والنهوض به. وأشكركم على حسن استماعكم، وأشكر نفهم نتعلم ببساطة.